نروح للكابتن حلمي طولان مدير الفني لاتحاد الشرطه اللي مكسر الدنيا السنه دي في الدوري المصري وعامل نتائج كويسه جدا ويعني في المركز الرابع في جدول الدوري الممتاز برصيد 25 نقطه. كابتن حلمي ازاي حضرتك؟ بخير يا كريم، ازيك يا حبيبي؟ اخبار حضرتك ايه؟ وحشني جدا. الحمد لله، انت كمان يا كريم. الله يخليك كابتن حلمي، ما شاء الله الله اكبر على فرقتك السنه دي، مكسرين الدنيا وعاملين ماتشات حلوه جدا. وقلنا هنا كتير ان رغم الظروف الماليه الصعبه فريق اتحاد الشرطه وحاله التقشف السنه دي، لكن ما شاء الله ماشي بثبات، واعتقد ان المركز ده اتحاد الشرطه ما كانش فيه قريب يعني في الدوري الممتاز. لا، انا طبعا بشكرك على الكلام ده كريم. ده واقع يا كابتن حلمي، انا مش بجامل حضرتك. الله يخليك، وانت عارف ان ده جهد، بيبقى جهد مشترك بين كل الناس، بين جهاز فني ولاعبين ومجلس اداره. ما حدش بيشتغل لوحده، كله بيشتغل مع بعضه وكله بيساند بالرغم من الظروف اللي انت بتقول عليها، ان احنا فعلا الظروف صعبه جدا اللي احنا بنمر بيها. لكن يعني ربنا في توفيق الحمد لله، وربنا موفقنا الى حد كبير، وانا بشكر ربنا وبشكر لاعبتي وبشكر الاداره والجهاز الفني على الجهد اللي بيعملوه، اللي اعتقد ان هو بدا يظهر بشكل كويس. كابتن حلمي، الفتره اللي فاتت كان في كلام اتقال ان نادي الزمالك طلب من حضرتك استعاره او بيع رضا العزب الظهير الايمن لفريق اتحاد الشرطه، هل فعلا حد كلمك من المسؤولين في نادي الزمالك؟ انا كلمني دكتور عبد الله جورج قبل ماتش الاسماعيلي بيوم. ايوه. وشرحت له الظروف بالظبط يا كريم. انا عندي في المكان ده رضا العزب واحمد علي. احمد علي ده لعيب معار من النادي الاهلي لمده موسم. ايوه. وينتهي اعارته في نهايه الموسم. وما عنديش في المكان ده غير رضا العزب. ايوه. رضا العزب يمكن ما كانش بيلعب في الفتره السابقه لان كان عنده ظروف خاصه، ظروف عائليه خاصه جدا. هو قالوا في مشكله ان رضا عايز يمشي فزعلان من كابتن حلمي والكلام ده. خالص. مش حقيقي يعني. لا لا لا، مفيش كلام من ده خالص. ده ولد يعني انا ما شفتش ولد قلبه طيب بالشكل ده، وانسان طيب وغلبان جدا جدا. لكن هو كان عنده مشكله مع في بيته، والحمد لله يمكن في طريقها للحل. ده اللي كان بعده شويه عن انه يشارك بصفه اساسيه، لكن هو موجود وشارك حتى في مباراه الاسماعيلي في اخر الفتره. وطبعا الدكتور عبد الله كلمني ان هو عايز رضا على سبيل التبادل بينه وبين حازم امام. ايوه. انا اخذ حازم امام 6 شهور وهم ياخذوا رضا 6 شهور. طبعا حازم امام اللي انا شايفه من المعطيات اللي انا بشوفها لعيب مش مستقر بشكل كبير يا كريم. ايوه. لعيب عنده مشاكل كثيره، ممكن بيبقى يعني بدون قصد عشان صغر سنه بيختلق مشاكل كثيره. مش مستقر فنيا بشكل كبير، يعني يخوفك يعني؟ يخوفني بمنتهى الامان. وانا في نفس الوقت انت عارف انا حسن شحاته بالذات، وده جزء من نادي الزمالك وجزء من تاريخ نادي الزمالك، جزء كبير من تاريخ نادي الزمالك، انا اديله عنايه وادي لنادي الزمالك روحي يعني، واخد بالك؟ لكن يا كريم في حاجات بتبقى غصب عنك يعني. انا ما عنديش غير اللعيب ده لا، وحضرتك عايز مصلحه فرقتك، وحضرتك دلوقتي مدير فني اللعيب ده كريم عقده لسنه 2015. ايوه. واخد بالك؟ وبعدين في نفس الوقت انا لما بسيب لعيب ما بعرفش اجيب غيره. يا كريم ضروري تعرف ان في 13 لعيب مشوا السنه دي واستغنينا عنهم وبعناهم وجبت زيهم بمليون و800 الف يا كريم. ايوه. يعني مش قيمه عقد ربع عقد اي لعيب في نادي تاني. نتيجه لضيق اليد، واخد بالك؟ والحاله التقشف اللي فيها نادي الشرطه بشكل كبير جدا. لما ببيع حد يا كريم ما بعرفش اجيب حد على نفس المستوى وبنفس الفلوس وبعدين عشان اجيب حد بنفس المستوى ضروري هدفع له مبالغ كبيره جدا. احنا عقدنا 300 و400 وبتاع يا كريم. ايوه. مفيش الملايين. لا، المبلغ ده واخد بالك؟ فلو هبيع حد مش هقدر اعوضه، حتى لو خدت فلوس من الحد ده من مقابل الحد ده. دي تمام. نمرة واحد. تمام. نمرة اتنين انا عشان برضو الناس تعرف في موضوع نجيب يا كريم. انا قلت لمجلس الادارة لما محمد نجيب لما انتقل محمد نجيب قلت لهم الاولوية لنادي الزمالك. واتصلت، قالوا لي احنا موافقين. اتصلت بعبد الله جورج سعد، اتصلت بحسن شحاتة، اتصلت بطارق غنيم. يا جماعة تعالوا خدوا الراجل، احنا عارضينه للبيع وليكوا الاولويه.
وتعالوا خدوه. الامكانيات الماديه ساعتها ما كانتش تسمح في نادي الزمالك. طب الناس اللي موجوده دلوقتي ما دفعتش ليه؟ عايز اعرف يا كريم، ولا هم بيبقوا زملكاويه لما يقعدوا على الكراسي بس؟ يبقوا زملكاويه ويدعوا الزملكاويه لما يقعدوا على الكراسي بس. جلال ابراهيم كان بيشحت يا عيني، واخد بالك، عشان يجيب لحسن شحاته لعيبه، ما كانش فيه فلوس. الزملكاويه اللي بيتصدقوا بالزملكاويه بزملكاويتهم اللي بيقولوا هيقطعوا حلم طولان، انتوا مين عشان تقطعوني؟ انتوا مين اصلا؟ انتوا مين؟ انتوا مجموعه جمهور بقى اعضاء ورئيس مجلس نادي اداره نادي الزمالك، انتوا تقطعوني ليه؟ وانتوا بتدوني مرتب من عندكم؟ وانا اصلا وانا في حضنكم؟ ولا انا في علاقه اصلا بيني وبينكم عشان تكتبوا النهارده بالخط العريض مقاطعه حلم طولان؟ ليه؟ وانا يهودي؟ وانا يهودي عشان تقاطعوني؟ وانتوا مين اصلا عشان تقاطعوني؟ هم مين اصلا دول يا كريم؟ انا لا يعنيني حد في نادي الزمالك غير ابناء نادي الزمالك الموجودين في مجلس الاداره مع عبد الله جوزي سعد، ولا يعنيني في نادي الزمالك غير جمهور نادي الزمالك، ولا يعنيني في نادي الزمالك غير حسن شحاته وفرقته. هم دول اللي يعنوني، لكن هم لا يعنوني في شيء. اللي الفكهاني واللي مش عارف ايه والثاني والثالث، دول ناس بيتصدقوا بانهم زملكاويه، لكن هم مش زملكاويه غير لما بيقعدوا على الكراسي بس. كنتوا انتوا فين لما حسن شحاته في اول السنه كان طالب لعيبه وما جاتش اللعيبه دي لحسن شحاته؟ كنتوا انتوا فين؟ اللي بيقولوا قطعوا حلم طولان، انتوا مين عشان تقاطعوني؟ انتوا لا تمثلوا شيء. تمام. ولا لكم اي قيمه بالنسبه لي. كابتن حلم. اللي قابل طالب انها تقاطعني. تمام، هخرج من الموضوع ده، معلش حضرتك يعني تنشنت شويه في القصه، انا سايب لحضرتك طبعا لوجهه نظر حضرتك، وحضرتك طبعا تقول اللي حضرتك عايزه. أيوة. شايف ماتش الاهلي ازاي واتحاد الشرطه؟ وماتش صعب لاتحاد الشرطه طبعاً بعد مواجهه الاسماعيلي والتعادل في الاسماعيليه. هو ماتش صعب جدا يا كريم طبعا. انت عارف ان الزمالك الاهلي بيضم عناصر مميزه جدا ولاعيبه مميزه جدا. برضو له اسلوبه في اللعب وليه اسلوبه وليه طريقته وليه جماهيره. أيوة. ومعاه برضو مستر مانويل جوزيه ده صائد البطولات. اعتقد ان الماتش بالنسبه لي هيبقى في غايه الصعوبه، لكن انا هو الماتش فين يا كابتن؟ هو ماتش اتحاد الشرطه وصاحب الملعب. ايوه يا كابتن. في المقاولين ولا في الاستاد؟ لا في الاستاد يا كابتن. في الاستاد. لكن طبعا انا كل اللي بطلبه من لعيبتي انها تظهر بشكل جيد، تأدي بشكل محترم، تقول للناس ان احنا فريق منظم، فريق بيلعب كره حديثه، يقدر يلعب قدام الفرق الكبيره اللي زي الزمالك وزي الاهلي وزي الاسماعيلي. ما بحاولش اضغط على لعيبتي باي ضغوط اخرى يا كريم. أيوة. عشان الولد يلعب دون اي توتر ودون اي ضغط. ده اللي انا بطلبه من لعيبتي، تأدية ماتش كبير وماتش كويس، ويقدموا نفسهم للناس بشكل كويس ان شاء الله. كابتن حلمي، نشوف ماتش كبير ما بين اتحاد الشرطه والنادي الاهلي، والتوفيق للفرقتين باذن الله. بشكرك كابتن حلمي طولان، واتمنى ان شاء الله استمرار المسيره المميزه جدا لفريق اتحاد الشرطه في الدوري المصري السنه دي. هقول بسرعه بس، احنا امبارح كنا قلنا ان محمود ابو السعود بيقترب من نادي المقاولين، خلاص فعلا رسميا.